متى تستحيل الهوية إلى عنصرية؟ متى تكون الهوية عنصرية؟ تكون الهوية عنصرية حينما يكون التفاضل بين الهويات الحتمية. التفاضل في الهويات الاختيارية حق، لا أحد يعترض عليك. تبنيت هوية سياسية معينة، هوية دينية معينة، هوية فكرية معينة، من حقك أن تتفاضل مع الناس، لأنك أنت تدافع عن ماذا؟ عن فكرة، عن فكرة مكتسبة، وبالتالي أنت تؤمن بها لأنها تراها حقا ولديك دليل عليها، وبالتالي لا مشكلة أن تدافع عنها وأن تقول الفكرة الفلانية أفضل من الفكرة الفلانية، هذا حقك وليس الطائفية. للأسف كثير منا يعني يعتقد أن نقد المذاهب ونقد الأديان هو طائفية، لا، الطائفية هي أن تؤذي الآخرين بالقول أو العمل لمجرد أنهم ينتمون إلى مذهب مختلف. لكن النقد العلمي حق مكفول عبر التاريخ لكل شخص ما دام أنه يلتزم بأمرين، بالدليل والأسلوب الحسن، خلاص لك حق أن تنتقد من تشاء. لكن الطائفية هي أن تؤذي، أن تسيء للآخرين لأنهم يختلفون عنك. لذلك في فرق بين الطائفة والطائفية، القبيلة والقبلية. القبيلة انتماء ثقافي، القبلية انتماء عنصري، تمام؟ لذلك الإسلام ماذا فعل في الهويات الحتمية؟ وضع لها معيارا واضحا لم يفوت، قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذه الهوية الجندرية الجنسية، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. حسم مسألة الهويات الحتمية، الهويات الحتمية غير قابلة للتفاضل، غايتها ماذا؟ تعارف بس. أي شخص مهما كان ولو كان فقيها أو عالم دين يحاول أن يستثمر الهويات الحتمية للتفاضل هو دخل في مسار العنصرية وخرج عن مسار الإسلام. المعيار واضح في الإسلام، حدد لك المنطلق وحدد لك الغاية. المنطلق ما هو؟ المساواة بين البشر. قال يا أيها الناس إنا خلقناكم، الله الذي خلقنا، انتهت القضية، لست أنا من خلق نفسي ذكر ولا أنت خلقت نفسك أنثى ولا محزن. وجعلناكم شعوبا، من الذي جعلنا؟ الله عز وجل هو الذي جعلنا شعوبا وقبائل. إذا ليس لك ميزة، أنت من الشعب الفلاني، هذه ليست ميزة لك لأنك وجدت عليها، وأنت من القبيلة الفلانية ليست ميزة لك لأنك وجدت عليها. لا يستحق الإنسان الثناء إلا على ما كسبت يداه. وبالتالي أي نزعة لاستثمار الهويات الحتمية في سياق التفاضل هي عنصرية. وأول عنصري من؟ من؟ لا، قبل الصهاينة في واحد، إبليس. إبليس، إبليس لما رفض أن يسجد لآدم ماذا كانت حجته؟ أنا خير منه. ليش خير منه؟ قدمت إنجاز لم يقدمه آدم عليه السلام؟ قدمت شيئا لم يقدمه الآخرون؟ لا، قال خلقتني من نار. طيب هذا لست أنت من خلق، الله عز وجل خلق. فإذن العنصري هو يعترض على الإرادة الإلهية، مو الله خلقنا قبائل وشعوبا، فلما تخلق أنت التمايز الله ما على قبيلة ولا لشعب تميز على شعب، فأنت الآن تتعالى على الإرادة الإلهية كما تعالى إبليس عليها، ولذلك قدوة العنصريين إبليس.